بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي المشتركين في هذه القناة، أهنئكم في هذه الليلة، ليلة الجمعة العاشرة من شهر ذي القعدة الحرام، ببلوغ المشتركين في هذه القناة 100,000. ولا شك أن الحرص على طلب العلم وعلى تعلمه من الأمور الإيجابية، ولا شك أن هذه القناة يشر فيها الصواب والخطأ، فما كان فيها من صواب فمن فضل الله ورحمته، وما كان فيها من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل علي وعلى جميع المشتركين والمشتركات في هذه القناة رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يرزقنا وإياهم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يتوب علي وعليهم إنه هو التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.